أول ما أشفق أشفق على نفسي. تعرفون لماذا؟ لأنني من هذا القبيل، أنا بشر أيضا، هؤلاء بشر، هؤلاء بشر لهم عينان ولسان وشفتان ويمشون على قدمين مثلي تماما ويقرؤون كتابي، انتبهوا، وينتمون إلى نبيي وإلى ربي. هذا الشيء المخيف. هل كان يمكن أن أكون مثلهم؟ ممكن جدا. هل كان يمكن أن تتدلى وتكون مثلهم؟ ممكن جدا. هذه مسألة أيها الإخوة الحضورين في الإنسان. أنت مهيأ لأن يحضر فيك الرحمن لا إله إلا هو. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يمكن أن تكون عبدا ربانيا وأن تشعر بمعية الله، أي بحضور الله، بمعية الله حقا معك، وتشعر في لحظة معينة حين يتأكد هذا الحضور الإلهي معك، ليس في ساعة ولا في ألف ساعة ولا في يوم ولا في ألف يوم، أكثر من هذا، تصل إلى درجة تشعر فعلا بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، تشعر أنك لا تبصر إلا به ولا تسمع إلا به، لا تتكلم إلا به، لا تقوم، لا تقعد، لا تفكر، لا تأكل، لا تشرب، لا تحيا ولا تموت إلا به لا إله إلا هو. وتشعر موقنا أن هذا الكون كله قائم به لا إله إلا هو. أنت العبد الرباني، أنت البركة الآن بهذا الحضور الإلهي، أنت البركة، أنت النور، أنت السرور لهذه الدنيا، لهؤلاء الأحياء، لهذه البشرية اللاغبة. لكن يمكن تماما في حالة أخرى أن يحضرك والعياذ بالله، وأن يحضرون، الله قال علمنا أن نتعوذ من أن تحضرنا الشياطين، الحضور الإبليسي، يمكن أن يحضرك الإبليس، الشياطين، فتغدو أو ينتهي بك الحال أن تكون شيطانا رجيما كالذين نسمع ونقرأ عنهم أيضا صباح مساء في مصر وفلسطين والعراق واليمن والسعودية والكويت وفي كل أرض لله. لكن هذه بلاد المسلمين والعرب، دهس والده بالسيارة، غلبوا والده كبير في السن، دهسه بالسيارة فقضى عليه. ذاك الذي احتاج إلى شيء من مال فأتى إلى أبيه فأطلق عليه الرصاص وأخذ المال من خزنته، فخرج فرأى أمه فأطلق عليها الرصاص ثم هرب وضبط في الحدود. شيء لا يكاد يصدق، والله العظيم إخواني، أقسم بالله، هذه الأشياء أحيانا نقرأها أو نسمع عنها. كما قلت لكم، أشعر بالعار كإنسان، أنا إنسان وهذا إنسان، أشعر بالعار وأشعر بالرعب على نفسي. هل كان يمكن أن أكون أنا ذاك الإنسان؟ يمكن، أقول لكم يمكن، دائما ممكن هذا. لذلك القضية ليست في هذه اللغة الخشبية، ليست في التثريب والنكير، ليست في الدعاء بالرحمة أو الدعاء باللعن، ليست في أن تعلو أصواتنا، القضية في أن نفكر على مستوى البدايات، على مستوى، يعني أن نكون فلاسفة. الذي يفكر على مستوى البدايات والمقدمات هو الفيلسوف فقط. الآن الفلسفة ليست ترفا، ما أتحدث عن فلسفة أي مذهبية نسقية، لا لا، الفلسفة بهذا المعنى أن ننبش أيها الإخوة أركيولوجيا لكي نصل إلى الأعماق، نسائل البدايات، المقدمات، كيف يمكن للإنسان بما هو إنسان مجردا، ليس هذا أو ذاك أو تلك، وإنما الإنسان أن ينحط إلى هذه الدرجة. هل هو مهيئ؟ مهيئ. المصيبة أنه مهيئ، مهيئ. يمكن أن يقتل أباه وأمه، وقبل أيام أيضا الذي قتل أخاه ثم ثنى بابني أو بأولاد أخيه لأنهما الآن صغيران، نعم، لكن ربما حين يكبران يطالبان بالثأر فضربهما أيضا فقضى عليهما. ولد بنوت صغار أقل من 5 سنين ذبحهما عمهما في دولة عربية، دولة مسلمة. أما أولئكم النساء اللائي نسمع عنهن كل حين وآخر أنها ذبحت ابنها، قطعت أوداجه بالزكين من أجل أن تستتم لحظة متعة محرمة مع عاشقها، في بلاد العرب يحدث هذا، في بلاد المسلمين كل يوم الثاني نسمع عن أمثال هؤلاء، شيء لا يكاد يصدق. وإيش؟ وبعضهن بالحجاب محجب أيضا، بعضهن حرصت في هذه اللحظة على أن تضع حجابها، قال على رأسها. أي مسخ هذا؟ أي دين هذا؟ أي فهم؟ ماذا؟ ماذا نفعل نحن؟ وللمشايخ والعلماء أيضا والكبار والصحفيين والمفكرين جرائمهم وخساساتهم ونذالاتهم التي تربو وتزيد عن هذه الأشياء، ومن قديم، مش من اليوم، من قديم. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان.